حان الوقت للمناقشة المعمقة لهذا الموضوع باش نخرجوا بقوانين تؤطر وترسم زراعة واستعمال هذه النبتة اللي حبان الله بها، وهي هبة على هذا المستوى، هي هبة، هي هدية باش نستعملوها في الأغراض التي تنفع المواطنين وتنفع الوطن والاقتصاد الوطني. يسعى فريق الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب والمستشارين إلى بلورة رؤى وتصورات تحول اقتصاد المناطق المنتجة لنبتة الكيف إلى فضاء لمنتوج صناعي وطبي وفق مقاربة تنموية مندمجة. هاد النقاش ما خصوش يكون